طيب ننتقل بقى للدراسات اللي احنا دايما بنهتم ان احنا نقدمها لحضراتكم ونتائجها الصبح. دراسة أمريكية أكدت ان استخدام أجهزة المحمول من قبل سائقي السيارات أثناء القيادة بيساهم بشكل كبير في زيادة أعداد الحوادث. أظهرت الدراسة ان هذا الاستخدام هو أكبر عامل في وقوع حوادث تصادم السيارات. وحسب الدراسة فإن البحث بيقول ان سائق السيارة لما بيكون معاه المحمول بتاعه بيستخدمه في الاتصال وخصوصا في قراية الرسائل أو كتابتها، ده بيزود أكتر من أعداد الحوادث بواقع 4 أمتال تقريبا. طبعا الموضوع عمليا بيحصل ومش محتاج دراسة، لكن برضو زيادة التأكيد هو جت دراسة وبتحصي أو بتعد عدد الحوادث اللي ارتفع جدا بسبب أن الواحد بيكون منشغل بالموبايل أثناء القيادة. فاحنا بنؤكد وبنحذر أنه الموبايل ده يعني تسيبه تماما، ويريد حتى ما تردش على المكالمات لحد أما توصل أو تركن السيارة يعني في جانب الطريق وتبتدي ترد على الموبايل.